هنالك رسالة كتبها معاوية إلى زياد ابن أبيه، هذه الرسالة تعكس جانب من ذلك الوضع للعبيد وللموالي بشكل عام، يقول معاوية في هذه الرسالة: انظر الى الموالي ومن اسلم من الاعاجم، العجم يعني غير العرب، مو يعني الايرانيين. كل من لم يكن عربيا فهو اعجمي. لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. انظر الى الموالي ومن اسلم من الاعاجم فخذهم بسنه فلان. قبل معاويه ايضا بعض الحاكمين كان منهجهم منهجا عنصريا، قوميا فإن في ذلك خزيهم وذلهم ومن أسلم من الأعاجم، هذا مسلم، مسلم إيراني، مسلم هندي، مسلم رومي هذا يجب في ظل الحكومة التي تدعي الاسلام ان يذل ويخزى فان في ذلك خزيهم وذلهم هذا العنوان العريض العام بعدين يذكر له مفردات تفصيل لهذا العنوان الكلي: أن تنكح العرب فيهم ولا تنكحهم، خذوا منهم ولا تطوهم وان تقصر بهم او تقصر بهم في عطائهم وارزاقهم الرواتب مالهم تكون قليله وان يقدموا في المغازي في الجبهات خلوهم في الصف الاول حتى يقتلوا يصلحون الطريق ارذل الاعمال اطيهم عمال البلديه خلي يكونون كلهم من الاعاج ويقطعون الشجر ولا يؤم احد منهم في صلاه امام جماعه اعجمي في ظل حكومه معاويه وسنة فلان قبل معاوية الأعجمي المسلم المؤمن الذي يتشهد الشهادتين ما إلى حق أن يكون إمام للجماعة ولا يتقدم أحد منهم في الصف الأول إذا حضرت العرب بالصف الأول لم ليكفوا. ما دام أكو عربي واحد من الموالي ما عنده حق يقف في الصف الاول يجب ان يقفوا في الصفوف الخلفيه ذولا هؤلاء هم الذين يرون الاسلام للعالم ليش الغرب ضد الاسلام الغربيين اكثرهم ضد الاسلام لأنهم هذا من العوامل لأنهم رأوا هذا التاريخ رأوا هذا الوجه من الإسلام الإسلام المدعى ولم يروا الوجه الحقيقي الوجه الثاني بل الوجه الأول من الإسلام إلا أن يتمموا الصاف إذا الصف الأول ما بالعرب صلاة جماعة فيها صف واحد ما يخالف الأعاجم يجون يتممون الصف في نهاية الصف الأول ولا تولي أحدا منهم ثغرا من ثغور المسلمين ولا مصرا من أمصارهم فإن هذه سنة فلان وسيرته فيه بعدين يقول فإذا جاءك كتابي هذا فاذل العجم إذلال واقصهم إقصاء أو تهميش ولا تستعن بأحد منهم ولا تقضي لهم حاجة هذا مو بشر إحنا إذا كافر يجي يطلب منا حاجة نقضي حاجته ولكن هذا المسلم الأعجمي إيرانيا كان أو هنديا أو روميا أو إفريقيا حول الأفارقة عندهم روايات عجيبة في كتبهم كاتبين روايات ويصححون هذه الروايات. راجعوا كتاب كشف الخفاء المجلد الاول صفحه 226 وغيره من الكتب وغيره من الكتب. يقول انما الاسود بشر ممن خلق، كثير منهم اسلموا كثير منهم قام كيان الامه الاسلاميه عليهم ولكن معاويه يقول: هذا الحديث يقول انما الاسود لبطنه وكذا ما اتمم الحديث ويقولون ان جاعوا سرقوا وان شبعوا زنوا هذا تقييم الحديث هذا مو تقييم السلطه فقط هذا تقييم الحديث لهؤلاء العجم والموالي فاذا جاءك كتابي هذا فاذل العجم واقصهم ولا تستعن باحد منهم ولا تقض لهم حاجه ثم بعد ذلك يذكر قضيه الحبل والاشبار الخمسه مذكوره راجعوها هذه الروايه مذكوره بتفصيل في مصادر منها كتاب سليم بن قيس الهلالي من صفحة 174 إلى صفحة 179 العجيب أنه بعض المؤرخين يذكرون أن بعض الموالي كرد فعل على هذا الواقع القائم كتبوا كتبا في ذم العرب، طبيعي عندما فئة تكون منبوذة تثأر لكرامتها كتبوا كتب في ذم العرب والمؤرخون يذكرون ان العرب كتبوا كتبا في ذم الموالي. هذا ان اكرمكم عند الله اتقاكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. النبي صلى الله عليه واله الذي لم يكن يفرق بين سلمان الفارسي، وبلال الحبشي، وصهيب الرومي، ومقداد العربي، انتهوا الى هذه الحاله، اذلهم واخزهم.